خطوة واحدة تفصل منتخب مصر الأولمبي عن التواجد في أولمبياد باريس عام 2024 بعدما تخطى أولى العقبات بنجاح وعبر مرحلة المجموعات كمتصدر للمجموعة ليواجه غينيا في نصف النهائي. بداية الشباب الفراعنة غاب عنها التوفيق أمام منتخب النيجر بعدما قدم المصريون أداء رائعا وخلقوا العديد من الفرص، لكن الحظ وقف عائقا أمام كل هذه الفرص لتشهد المباراة ارتطام 5 تسديدات من لاعب المنتخب في القائم أو العارضة وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، نهاية جعلت الجميع يشعر بخيبة أمل لعدم الفوز المستحق، لكنه شعور ممزوج بطمأنينة نسبية أننا نمتلك منتخبا جيدا. أما المحطة الثانية فكانت بمثابة عنق الزجاجة أمام منتخب مالي الذي فاز بأول مبارياته، وكان الفوز على مصر يكفيه للتأهل مباشرة لنصف النهائي، لكن منتخب مصر نجح في خطف النقاط 3 عن طريق إبراهيم عادل بهدف رائع مع فرص أخرى مهدرة ليكون مؤشرا آخر جيدا لمستوى المنتخب الأولمبي. وفي جولة الحسم تراجع الأداء بشكل ملفت، لكن المراد تحقق وإن كان متأخرا بعدما فاز الفراعنة على الجابون بهدفين في الدقيقة 84 والثانية 92 عن طريق محمود صابر وأسامة فيصل ليحجز بطاقة العبور في الصدارة ويبتعد عن المتصدر المنتخب المغربي في الدوري نصف النهائي. منتخب مصر أظهر قوة دفاعية وصلابة واضحة في دور المجموعات، إذ أنه لم يستقبل أي هدف طوال 270 دقيقة، وهو المنتخب الوحيد الذي حقق ذلك على مستوى المنتخبات 8 المشاركة في البطولة، لكننا نحتاج لنسبة أكبر من التركيز الهجومي فيما هو قادم لنترجم الفرص الكبيرة التي تتاح أمام المرمى إلى أهداف بنسبة أفضل. الفوز أمام غينيا يؤهل المنتخب الأولمبي مباشرة إلى أولمبياد باريس دون انتظار المباراة النهائية، وحتى الخسارة تضع مصر أمام خيارين للتأهل إلى الأولمبياد، إما الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث أو الفوز في الملحق أمام رابع كأس أمم آسيا، لكننا نبحث عن الطريق الأسهل وهو الفوز مباشرة على غينيا بمساء الثلاثاء. فهل يفعلها أبطال المنتخب الأولمبي ويحجزون تذكرة التأهل المباشر إلى أولمبياد باريس؟